أنا نفسي من أحفاد جيل المهجرين من اليهود العراقيين في منتصف القرن العشرين، وأشارك نفس الحنين الذي يعبر عنه دودو تاسا خلال أغانيه، ونحن نفرح عندما نسمع عن عراقيين في الداخل يهتموا فينا، يهتموا في إعادة بناء الجسور معنا. عسى أن نتعاون على جميع المجالات ويكون هناك إعادة بناء الفسيفساء العراقية التي كانت القوة العراقية. القوة العراقية دائما نبعت من التنوع، فنريد أن نعيد بناء هذا الروح، روح التسامح والأخوة والتآلف والتآخي.